عارف انا خطتي ايه يا خميس؟ نعمل فرشة رمادول وعائلته الكريمة في السوق. ده طعم عشان الزبون اللي ليلة في سجارة ولا في ابيض ولا بني. بعد كده شد الاحمر من السوق عطشه. تلقى الزبون بيدور على حاجة يعبي بيها دماغه بس يا عين امه ما يلاقيش. طبعا. لان ولا البني ولا اي حاجة من النوع ده هتكيفه. هيجري زي الرهوان على الاستاف اللي بناكل منه عيش. بيزا. Of course. Brown sugar. اللي هي يا باشا؟ براون شوجر بي اس. البي براون والاس يعني شوجر. يس. انت فاكر ان احنا نقعد نشتغل في الشريط ابو 30 و40 جنيه؟ دي مجرد فرشه زي ما انتوا بتقولوا، هيفرشوها رجالتك وعزوتك اللي عايزين افنديهم يرجع السوق بقوه. هما يفرشوا وما عليك تحضر التقيل لوقت اللزوم. بكده يبقى اختصرنا الزمن والمسافه. احنا لسه نستنى زبون يلف سجاره ويخش على حجرين وحلني بقى على ما يشد خطين. احنا كده بنساعده. هي اول برشامه وبعد كده تلاقيه يجري على طول على المجروش. ويبقى وفرنا عليه وقت وفلوس كمان. يتوب علينا ربنا. برزيزه. هاي داد. اه حبيبتي. هاي خميس. مش برضو خميس؟ افندينا. خميس افندينا. ها حبيبتي، عجبك السبا؟ ظريف. مادام عجبك هشتريهولك. ثانك يو. انا هغير وخارجه على طول. بس بيخلي بالك وانت سايقه. اوكي، سي يو ليتر. باي. باي. كنا بنقول ايه يا خميس؟ سي يو ليتر. أليجيتر. ده ليها كماله. عارف يعني ايه أليجيتر؟ يعني سامعها قبل كده بس. البوزه؟ أليجيتر يعني تمساح. تمساح. عارف دهان التمساح؟ يعني دهان التمساح يا باشا. دهان التمساح ده ابويا بيدهنوا بيها الحيطان اللي عايزه تشد وتعلى. يا باشا ما دخلي معاك في الاسبا اللي هتجيب البرنسيسه ده. شريك يعني. ما شاء الله. تعرف يعني ايه سبا؟ فاكهه برضه؟ امال ايه؟ سبا يعني موزه مقشره، مكان تروح ويفضلوا يدلكوا فيك لغايه لما تخرج زي الموزه المقشره. السلام. زحلقه يعني. تضرب سبا بلبن؟ هتزحلق جواه كمان. لا يا باشا ده انت حكايه. يتوب علينا ربنا. بقول لك ايه يا باشمهندس؟ منى يا فندم. هي دي عربية الفرنسيسة بنت الباشا صح؟ ايه يا فندم؟ صح كده. ايوه. قلت لي اسمك ايه؟ زينهم سعادتك. زينهم. الاقي معاك كلمة زينهم؟ اتفضل يا فندم. ايوه. رجل الامن لازم يكون معاه قلم. طبعا. هات ورقة. طب لحظة واحدة اجيب لك سعادتك. لا 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 تعالى تعالى استنى. الجيش قال لك قال لك ايه؟ قال لك اتصرف. ها؟ خد امسك. ورقة ايه؟ ورقة ورقة اكتب اكتب بس اكتب. اكتب اللي اقول لك عليه. ايوه انا عارف اكتب ما تقلقش. اكتب 015 افندين اللي هو التوقيع افندين اكتب اكتب. ايوه. هو ده رجل الامن. ايوه. خطك حلو. بص انا احط دي هنا بس امان عليك اوعى ولا تفتحها ولا تقرا اللي فيها ولا كانك سمعت حاجه. تحت امرك يا فندم. اتفقنا؟ اتفقنا. آه. تمام تمام. خد يا خد. بس يا فندم. خد يا زينهم. لا لا خد خد امسك. بطمني عليك. ماشي يا فندم. يلا ما توقفش عشان ما تلفتش الانتباه. ماشي يا فندم. ¡Suscríbete!
تمام يا باشا. سلام. شغل؟ شغل ايه؟ ومن امتى وانت بتشتغل اصلا؟ لؤي خلاص بقى، انا زهقت منك، اعمل اللي يريحك. سلام. تستغربيش ورقه البفره، ما تستغربيش ورقه البفره، ما لقيتش اسرع منها عشان يوصل الود بمزاج عالي. يوصل الود بمزاج عالي. دي نمرتي، لو مزاجك تمام كلميني، لو مزاجك تمام كلميني، ولو مش تمام، ولو مش تمام كلميني برضه، كلميني برضه. افندينا افندينا، ما لقيتش غير ورقه البفره اللي تقول فيها الكلام ده. هي افنديهم ومالها ورقه البفره ده؟ حتى في الخير. بس انت جيتي بسرعه قوي، انا قلت يعني هتتقالي شويه، هتقابلي فيها كده، طلعتي واقعه. هتقل ادبك، هقفل السكه ومش هتسمع صوتي تاني. وليه بقى اللون ده؟ هتخليني اغير رايي فيكي كده؟ ممكن اعرف ايه معنى الكلام اللي انت كاتبه ده؟ عربون وصال وفتح سكه محبه وربط كلام. ومش شايف ان الطريقه دي قديمه شويه؟ اصل انا غاوي طرب اصيل. يعني ناوي تغني عليا؟ لا يا حبيبي، ماليش فيه. ايه رايك في عاده شاعريه قديمه من بتوع زمان؟ مش عارف ليه طالبه معايا اقضيها معاك ابيض واسود. وماله، نقضيها وانت ونصيبك بقى، يا تبقى ابيض يا تبقى اسود. يتوب علينا ربنا. باي. طول عمري غاوي سمك، لكن ماليش خلق على صيده. حاكم الصيد ده موهبه من عند ربنا. انت عارف يا خميس، وانا صغيره كنت احب اجري تحت السما وافضل باصه للقمر وابقى شايفاه كده هو بيجري ورايا. كنت اقع واتكعبل والعيال تقعد تضحك عليا، بس انا بقى كنت ببقى فرحانه قوي. عارف ليه؟ لاني كنت ببقى حاسه ان انا لو شبيت شويه هلمس القمر. زي كده غاوي سمك بس مش عارف تصطاده. لا انا ما قلتش مش عارف، انا قلت ماليش خلق على صيده، انما محسوبك بقى غاوي اساسا. واللي يجي بالبحر. وانت دماغك على طول حتفه شمال كده؟ اذا كانت الدنيا كلها حتفه شمال، جت عليا انا بقى العبد الغلبان. على فكره انا عارفه انت عايز مني ايه، ولعبت لعبه الورق وجبتني هنا ليه. شوف اصلك انت تحب تعمل كل حاجه بمزاج. حصل. حتى بقى لو جوازه ومفروضه عليك. مفروضه عليا ولا مؤاخذه يعني ما عندكوش مرايه في بيتكم؟ اصلها مش بالجمال ولا الفلوس، دي مصالح بتتلاقى، عامله كده زي ما تكون مفصلات لازم تتعشق ببعضها، وانا بقى مفصله من دول. غريبه انت برضه. انا شوفي يعني شفتك كام مره لحد دلوقتي؟ يعني مرات قليله، بس يعني بعض سواعي كده اشوفك حاجه وبعض سواعي تانية اشوفك حاجه تانية. يعني واول مره ما بقاش عارف اجيب اخر حد. محدش له اخر يا خميس، كلنا كده عاملين زي التعبين، نحب نغير في جلدنا، وده مش شر، دي طبيعه زمن بنعيشه. بس انا بقى راجل ما احبش حد يفرض عليا حاجه. العمروتي اللي هو ابويا كان شايف كل حاجه من حوالينا، كان عارف بقى مين اللي هيبقى على وش القفص، اختارك انت من وش القفص عشان كان عارف ان انت اللي هتكمل مسيرته وانت الوحيد اللي هتأمن بنته. بس ده رأي العمروتي ابوكي، انا عايز رأيك انت. اول ما اعرف هقول لك يا افندينا. يتوب علينا ربنا. تاخدي صبت ده بقى بينعش المخ ويعلي ادراك الحس.